السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رح أقرأ درسنا ليش ألملي الزيت ألملي ورح أقرأهم الترجمة. ليش ألملي هي مفردات الكلمات، يعني عنا كلمة إلى أكثر المعنى إلى أكثر من كلمة. مثل هلأ هون عنا ليش ألملي هي كلمة سجوب يعني كلمة، جملة تنجة يعني جملة، اهتيار ياصلي يعني عجوز أو مسل، جواب يانط يعني جواب، احتياج جيريك سينيم يعني حاجة. يا منقول هي يا منقول هي، بياض أبيض أك كمان منقول عنها أبيض، سياه أسود كرا أسود، صون بهار خريف، وجوز فصل الخريف. كما في عنا من الكلمات هي الزط الأملي، الزط الأملي هي العكوس. عندي أز قليل تشوك كثير، جنت شاب ياصل عجوز، صفاج حرب بارش سلام أو نجاح، صدق ساخن سوق بارد جزال، جميل شركين قبيح أطشك، مفتوح كبل مغلق، شيشمان سمين ضيف رفيع، صورو سؤال جواب جواب، بيوك كبير كتشوك صغير، إنجي رقيق قلن ثقيل، جنش واسع دار ضيق، جلمك يضحك أو الضحك ألمك البكاء. كمان عنا جيرمك الدخول، تشيكمك الخروج، سيفينمك المحبة، زلمك الحزن. كمان في عنا من مفردات الإيش ألملي وزط ألملي، كمان في عنا الإيش سيستيش. الإيش سيستيش عندي أنا الكلمة إلى أكثر من معنى، الكلمة إلى أكثر من معنى، ونحن بنسميه هذا إيش سيسلي أو إيش سيستيش. الياز يا الياز هي عبارة عن موسم الصيف وعن الكتابة. شاي هي عبارة عن المروج، شرب الشاي عفوا والمروج أو الجزيرة. ضال هي عبارة عن فرع من غصن فرع الشجرة، أو منقول عنه غواص يغوص في الماء. كر هو عبارة عن لون أخضر وعبارة عن كسر قطعة صلبة. آل عبارة عن اللون الأحمر أو عبارة عن الشراء أو الأخذ. في عندي كمان البين، بين عبارة عن رقم اللي هو الألف، وبين عبارة عن الصعود. اليوز عندنا ثلاث أشكال، هي عبارة عن رقم يوز، عبارة عن السباحة، وعبارة عن الوجه. وهيك بنكون خلصنا فقرة المعنى الكلمة اللي هو سجوك بلجيسي. بتمنى تحفظوها نطق مشان تحضروا حالكم للإملاء.